وورزون باسيفيك خريطة كالديرا الجديدة. راح احكي لك شوية نصائح بعد ما تخلص من فيديو البداية. راح تفوت على خريطة كالديرا، راح تبين انها صغيرة بس ما تخليها تخدعك لانها هي عبارة عن جبال وديان، فراح تحس حالك بتركض لمسافات طويلة. النصيحة الاولى بانك تستخدم اسلحة اي ار وسنايبر، خاصة معظم اللاعبين المطورين اسلحة السنايبر بحاولوا ياخذوا اماكن مرتفعة عشان يصيبوك. من هون تيجي النصيحة الثانية، ما تضلك في الاماكن المفتوحة مع انه هي الخريطة مليانة وديان وجبال وصخور، خاصة اذا كنت تعمل فايت مع فريق في الاوبن اي فريق ثاني ممكن يوصلك بسرعة او يسيبك من مسافات بعيدة. ثلاثة، هي ممكن واضحة بسبب الطبيعة، حاول استغل الشجر والأعشاب الموجودة في اللعبة. ومن هلأ بحكي لك بالنسبة للكامبرز فهم صاروا أضعاف اللي كانوا موجودين في فيردان. فأربعة، اللعبة صارت تعتمد على الاستراتيجية أكثر ما إنك أنت تكون بتفش على التيم بسرعة، فأنت لازم تلعب دائما بكفر وتدور على أعلى نقطة في المكان، وهذا الإشي كان مهم في فيردان إلا إنه هون صار أهم. خمسة، ما تبعد عن فريقك لأنه اللود أوت بتقدر تشتري بعد ما تخلص الدائرة الأولى، وهذا بيخليك تحت رحمة أسلحة الأرض واللي هي راح تكشف مكانك وتجيب عليك فريق ثالث بالفايتات. بالنسبة للطيارات أنت ولعبك، اعمل لايك وتاك لصاحبك. أتمنى أكون فدتك من تجربتي.